هذا وتوج المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بلقبه الأول في بطولة كأس الخليج بعد فوزه في نهائي البطولة 24 على حساب المنتخب السعودي الشقيق بهدف دون مقابل، محققا بذلك إنجازا تاريخيا كبيرا. يوم تاريخي انتظره البحرينيون طويلا، يوم سجل بمداد من ذهب في عصر الذهب بعدما حقق المنتخب البحريني الحلم بالتتويج ببطولة كأس الخليج 24 بعد فوزه في نهائي البطولة على حساب المنتخب السعودي الشقيق بهدف دون مقابل لتتحقق فرحة الوطن. فوز المنتخب البحريني جاء نتيجة أداء رجولي فاق التوقعات، فقلب الأحمر الطاولة على نظيره الأخضر السعودي بعد البداية السريعة والخطيرة، حتى تحصل الفريق السعودي على ركلة جزاء حبست أنفاس الجماهير البحرينية خلف الشاشات وتلك التي ملأت استاد نادي الدحيل، لكن سلمان الفرج سددها بعيدا عن الشباك البحرينية لينتهي الشوط الأول الذي سجل أفضلية في الاستحواذ والأداء للمنتخب السعودي. وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب السعودي كما أنهى النصف الأول بسيطرة نسبية حتى حانت الدقيقة 69 من اللقاء والتي شهدت الحدث التاريخي للأحمر البحريني بعد عرضية رائعة من اللاعب مهدي حميدان ترجمها نجم المباراة محمد الرميحي بكرة زاحفة أرضية على يمين الحارس السعودي فواز القرني معلنة الهدف البحريني الأول. دقائق المباراة الأخيرة خطفت قلوب الجماهير حتى أطلق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة وبداية فرحة وطن، لتنطلق حناجر الجماهير فرحا بعد حصد أول ألقاب كأس الخليج، تلك الكأس المتمنعة العنيدة والتي خضعت أخيرا لأبطال البحرين.